يا مرحبا ترحبتين يسمع صداها من حضر أول قرانا للرجال اللي تحب المرجلة تفضل والعود الأزرق للنشامة مستمر والدالها اللي من عوايدنا تساقمها يا أسرجت لي شقرة عريبة ساس من فرع الشقر ورتها لحياض مجده للكرم والمنزلة لعيونكم يا للمكارم والمواقف الظفر يا لابت فيها افتخر والرجل يعرف منها لا الليلة يا مرحبا ترحبتن يسمع صداها من حضر أول قرانا للرجال اللي تحب المرجلة تفضل والعود الأزرق للنشامة مستمر والدلة اللي من عوايدنا تساقم هيالا الليلة والواجب اللي نفعله لضيوفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيها الحضور الكريم، باسم الشيخ فالح بن سرور بن عمير القلادي يسرنا ويشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب، فمرحبا بمن شرفنا في هذه الليلة المباركة، آخر ليالي العيد، وكل يوم وكل عام وأنتم بخير. فأهلا وسهلا بكم، حللتم أهلا ووطأتم سهلا. ما أجمل لحظات هذا الحفل، فقد جسد معاني الأخوة والسعادة والشموخ، تجلت معانيها وزادت حفلنا بهجة وسرورا وتشريفا. فباسمكم جميعا نزف أجمل وأرق التهاني والتبريكات للعريس مفلح، ولا نقول له إلا ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. أيها الحفل الكريم، نكرر ترحيبنا بكم مرة أخرى، فمن كان مكانه القلب فهو للعين سرور، وغيابه لن يكون انقطاع بل أمل في اللقاء. فخير بداية لكل بداية آيات من كتاب الله الحكيم الذي كلف الله به العرب وغير العرب، يتلوها على مسامعكم القاري ناصر عوض، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. نبارك الأخ مفلح ونقول كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الحفل الكريم، أما الآن مع كلمة راعي الحفل الشيخ فالح بن سرور بن عمير يقدمها نيابة عنه ابنه يوسف، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، أحييكم بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، ضيوفنا الكرام، شيوخ وأعيان القبائل، يسرنا ويشرفنا أن نرحب بكم، فأهلاً وسهلاً بكم، وحياكم الله لتشريف حفلنا هذا، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا دعيتم فاستجيبوا. نقدر لكم تشريفكم حفلنا هذا وتحمل عناء السفر ومشقة الطريق استجابة لدعوتنا، فأنتم أهل الوصل والوفاء، فقد جسدتم معاني التواصل بحضوركم، فحياكم الله من القلب إلى القلب. جمعنا الله وإياكم في جنات النعيم، ودامت أيامكم حامرة بالأفراح والمسرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، لطالما كان الشعر أحد أهم رموز الأدب الذي يجسد من خلاله الشعراء والنقاد وقراء الأدب معرفة كافة الخصائص الاجتماعية في الزمن السابق، سواء على مستوى الفرد أو القبيلة، فمن خلاله يستطاع الشاعر أن ينقل لنا صوراً حية عما يشاهده أو يسمع به أو يحسه، فتأتي درر الأبيات ولآلي النظم يشاركنا بها مجموعة من الشعراء، نبدأها بالشاعر مشاري بن سرهيد بن عمير، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير الجميع. أرحب باسم العام فالح بن سرور بالضيوف الكرام، وأخص بالترحيب إخواني الشعراء اللي شرفونا. شاشة رأس الهجوس وسل سيف القصايد، شاشة رأس الهجوس وسل سيف القصايد، وانت خلي يقدم في لزوم الجماعة شاعر كل ما طوع مهارة الفرايد، ضاق صدر الحسود اللي ما عندها مناعة. مرحبا باسم ابو يوسف وسيعة البنايد، مدهل الضيفة راسم منزلها بالرفاعة، وليلة الفرحة اللي لبسوها قلايد باسم مفلحة تغني طرقها كل ساعة، ولابتي طيبهم مذكور والطيب كايد، حي طيب العمير اللي اسمه بارتفاعه. وليلة الفرحة اللي لبسوها قلايد باسم مفلحة تغني طرقها كل ساعة، ولابتي طيبهم مذكور والطيب كايد، حي طيب العمير
اللي سما بارتفاعه حافظين السلوم وحافظين العوايد مثل حفظ الوديعة، اللي حفظ الوداعة روسهم قبل حكم موحدين العقايد قادحة من زنود المرجلة والشجاعة، روسهم قبل حكم موحدين العقايد قادحة من زنود المرجلة والشجاعة، ما يوثق فعايلهم كلام الجرايد وثقتها مواقيف تفك نزاعة، ما لهم في علوم متبعين الوسايد فعلهم يوم كل نجدته، فعلهم يوم كل نجدته من ذراعه، حي سطوات ربعي في نهار الشدايد شاب منها الرضيع اللي بسنه أرضاعه يوم عدوانهم راحوا شرايد شرايد دون جرد الرقاب اللي ما فيها أطماعه، حي سطوات ربعي في نهار الشدايد شاب منها الرضيع اللي بسنه أرضاعه يوم عدوانهم راحوا شرايد شرايد دون جرد الرقاب اللي ما فيها أطماعه، مرحبا باسم أبو يوسف وسيع البنايد مدها للضيف راس منزله بالرفاعة. سلامتكم. أما الآن مع قصيدة للشاعر غنيمان فهيد فليتفضل مشكورة. مساكم الله بالخير الجميع، ومبروك لابننا مفلح بن فالح، نتمنى لها التوفيق بما يحب ويرضى، واسأل الله لها التوفيق والتوفيق للجميع، أسأل الله التوفيق للجميع. واسمحوا لنا بهذه الأبيات ولعل إن شاء الله أنها تنول إعجابكم، وهذه تعبيرا منا لو كان ما كان يمدينا الحفظ بها. سلام سلام من رفحة من حدود الشمال، سلام من رفحة من حدود الشمال، من الحدود ومن شمال المملكة مشيت والهاجس أشد من الخيال، قامت تصافق وسط صدري معركة، مشيت والهاجس أشد من الخيال، قامت تصافق وسط صدري معركة، من شان أبارك للزحول من الرجال أصغرهم اللي كل طيب يملكه، من شان أبارك للزحول من الرجال أصغرهم اللي كل طيب يملكه، بالوصف مثل العاليات من الجبال معربين ولا دخلهم شربكه، بالوصف مثل العاليات من الجبال معربين ولا دخلهم شربكه، وسلام وسلام مني عد مهل الهلال للطيب اللي كل طيب يدركه، وسلام مني عد ما هل الهلال للطيب اللي كل طيب يدركه، الطيب من جده وابوه بكل حال مثل الجمل الاثار بين مبركه، الطيب من جده وابوه بكل حال مثل الجمل الاثار بين مبركه، يوسف يوسف شبيه المرزمات من الخيال صميدعي ما فيه شيء حركه، يوسف شبيه المرزمات من الخيال صميدعي ما فيه شيء حركه، عزن من وصله وفي وصله ينال محد لابو فالح بطيبه شاركه، عزن من وصله وفي وصله ينال محد لابو فالح بطيبه شاركه، الطيب طيبه وراثه من عريبين السلال اقسم برب البيت عيا يتركه، طيبه وراثه من عريبين السلال اقسم برب البيت عيا يتركه، لها قتل هيجة ولا فيها مجال يطلعك لو انك وصلت التهلكه. سلام على الجميع. سلام عليكم. أما الآن يشاركنا الشاعر سعد عودة بقصيدة بهذه المناسبة فليتفضل بإلقائها. ذولا حمول الخيل يوم المشاريه تقصر عن اللي ما يدوس المحاري،
لو الحديد علم اللي حكيه قلت انشدوا عنهم رهاف الشباري ولا انشدوا سيف محنيه راعيه ولا انشدوا شقر الفشق والسواري. مساكم الله بالخير جميعا، كل عام وانتم بخير. نبارك للشباب ونتمنى لهم حياه زوجيه سعيده. القلادان لو كتبنا فيهم دواوين ما وفيناهم حقهم ولا نحصي فعايلهم. وانا اطلب منكم العذر قبل ابدا بالقصيده. يقول الشعر في مدح المطاليق شواش واللي زهمته كنه يقول تامر يضيق صدري منه والراس ينداش لقامت الشرد براسية تطامر كنه مدابك خيل في داخل الجاش حيل لها حول السنة ما تعاشر إلا بعد ما جاء من الربع طراش يقول لي حفل القلادان باكر إلا بعد ما جاء من الربع طراش يقول لي حفل القلادان باكر اخترت من تفرق عن أنواع الأدباش معربة من ساس طيب وضامر حمرة ما يلزم كورها واحد ماش تذهب فعل مكرمين الخناجر ربع لهم مع مركض الموت مغباش يوم الليالي بين كاسب وخاسر ربع لهم مع مركض الموت مغباش يوم الليالي بين كاسب وخاسر حمول خيل وحزة الهوش تهتاش تارد لساحة الوغى ما تكابر تصعب مواقفهم على الخبل واللاش مواقف يشهد لها كل حاضر تصعب مواقفهم على الخبل واللاش مواقف يشهد لها كل حاضر حطوا لهم في قمة المرج لها كاش لأن أخذوا من ماكر العز ماكر حطوا لهم في قمة المرج له حطوا لهم في قمة الهيبة فراش لأن أخذوا من ماكر العزة ماكر قانونهم في سيرة المرج لها كاش بيت منفعولة الرياجيلة عامر راس يغيب عن المواجيب معاش وكف ما يندب الجزيلات قاصر سلامتكم. أما الآن مع قصيدة للشاعر عتيق غنيمان فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كان عندي قصيدة في الحفل ولكن ما دام إنه في مناسبة العيد والوطن له حق علينا هونت عن القصيدة ويشرفني أن أتقدم بقصيدة وطنية والوطن ما أجمل القصائد فيه ومن هذا المنبر أتقدم ببطاقة تهنية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي العهد وإلى أمير منطقتنا المحبوب الأمير سعود وسمو نائبه. أما القصيدة فهي تعبر عن نفسها. على ضوء واجمل ما كتب بالفضائيات أبكتب جزيلة التماثيل وارسلها أعايد بها العاهل ملكنا على الشاشات عسى مصور الإعلام سرعة يوصلها دعانا التفاني والوفاء للكلام إثبات وهبت مشاعرنا الجزيلة العاهلها مشاعر يصاحبها الوفاء واجمل الباقات لو ان الشعور الشعر يعجز يكملها ولا للملك والفذ يستاهل الجزلات وتزين القوافي يوم فيها تأملها زعيم العرب عبد الله مفرج الضيقات عطاياه فيض يروي الكبد ناهلها مليك القلوب
اللي ملكنا بحسن الذات بذل جهد هلنا ولها الأرواح نبذلها لها الحب منا والولا واصدق الدعوات عسى الله يعافيه وحياته يمهلها وعسى الله ونساله يذلل لها الصعبات ويطيل بعمره ويطول بعمره والمثوبات يجزلها ويحب العفو والصفح ويسامح الغلطات وعفى عن مساجين طويلة مع عقلها وكفل لليتامى كل ما تطلب الرغبات والأيتام عند الله يا حظ كافلها وعيونه على الأيتام تذرف من العبرات دموعه على الأيتام شفنا همايلها عطوفا وبقت العطف قاسي على الشدات وجمع وجميع الأمور اللي بها خير حصلها وجميع الأمور اللي بها خير حصلها حكيم برايه ينهي إشكال وخصومات وكم من مشاكل عالقة حل مشكلها يعالج قضايا بالنوايب وله وقفات ويسعى على حل المشاكل ومعضلها أعطني ما بالله أنا حق قدام يتأثر يعالج قضايا بالنوايب وله وقفات ويسعى على حل المشاكل ومعضلها ولا زال يسعى راعي الخير بالخيرات وعسى الله مساعيها الحميدة يكللها وعسى الله يبارك في إخوانه هالشيمات سلاطين نجد اللي تنومس فعايلها هالطيب والنوماس نطاح القالات مواريث طيب انت استمده من أولها وعسى الله يبارك في إخوانه هالشيمات سلاطين نجد اللي تنومس فعايلها هالطيب والنوماس نطاحت القالات مواريث قوم انت استمد طيب انت استمدها من اولها دعوته وعسى الله يديم الحي يعز الحي ويغفر للأمات ومرحوم يلي نجد وحد قبايلها دعا دعوة التوحيد واذعن لها زافات ومن الشر حال الناس للخير بدلها وحكمها بعدل الله يجازيه بالحسنات وخلف لنا حكام تشكر فضايلها حكومة رشيدة تحكم بمنزل الآيات وبلايات والسنة اتخاصم مجادلها وعلمها خضر مرفوع سامي على الرايات علم كلمة التوحيد معروف بسلها وحمى الله بلاد الخير وأهله من الآفات ويكفيه شر النازلات وهواي لها قولوا آمين والسلام عليكم ورحمة الله. أما الآن مع قصيدة للشاعر عبيد الله دعيع فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهنيكم بالعيد السعيد ونهني ولاة أمرنا حفظهم الله بهذا العيد السعيد ونقول كل عام ولاة أمرنا بخير والوطن بخير، كما نبارك للعريس ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. سلام يا خادم البيتين والأمة، سلام يا سيدي سلمان وإخوانه، سلام يا أمير حايل والنظر يمه، سلام يا نائب الأمير وأعوانه، سلام لك يا أبو متعب قايد الأمة، سلام يا سيدي سلمان وإخوانه، سلام يا أمير حايل والنظر يمه، سلام يا نائب الأمير وأعوانه، أمير حايل سعود وبلغلا ضمه حتى لبس فوق رأس العز تيجانه، يا ملوكنا اللي سكنتم عالي القمة سجل لكم صفحة التاريخ عنوانه، اليا وردتوا شربتم صافي الجمة
يوم البعض الكبود تموت عطشانة، عيال عود حكم لما الوطن لما، بالحق والعدل قوى الله بنيانة، عبد العزيز البطل سمى البطل سمه اللي تعلى سنم المجد سلطانة، عبد العزيز البطل سمى البطل سمه اللي تعلى سنم المجد سلطانة، صقر الجزيرة ونصر الدين هو همه، عسى في جنة الفردوس مسكانة، نهدي لكم عود أزرق محل شمه، ساق قصيد الرشيدي فاح ريحانة، الطيب خال الرشيدي والوفا عمه وبوساس الكرم من ساس جدانة، الطيب خال الرشيدي والوفا عمه وبوساس الكرم من ساس جدانة، فيها المروة رضعها من حليب أمه، حتى كبر بالمروة واعتلى شانه، ما في حبسي خرج عن طاعة الأمة، ولا في حبسي سمعنا خان بيمانه، الدين يفدي في روحه وفي دمه ويفدي مليكه ويفدي تربته وطانه، بالحرب تلقى الرشيدي عالي الهمة، فعله يبرهنه لما انطم ميدانه، من شان دينه يموت الموت ما همه، يفرح صديقه ويزعل كل عدوانه، وكل القبايل وكل القبايل وكل القبايل الفعل الطيب من ضمه افعالهم دائما جزله ومليانه، وكل القبايل الفعل الطيب من ضمه افعالهم دائما جزله ومليانه، يوم من بعض الاوادم ما لهم ذمه، خانت عود الله المعبود سبحانه، اللي يخون الوطن والدين لذمه، اطعن جنابه وجود حلق شيطانه، اقول سبع الف واسق فيك الرمه، يا خاين الدين موت النفس من هانه، السيف الأحدب الراس مضيع اليمه، يشيل من خان دينه والوطن خانه، اقول همامكم والناس ملتمه، من شاعر صد قلبه قال هلسانه، وختامها لبو متعب قايدا لما تحيت الدين والاسلام اركانه. والسلام عليكم. اما الان مع قصيده للشاعر فالح عايض فليتفضل بإلقائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أبارك لأخوي مفلح وأقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهم بخير. سلام مني للرجال المناعير، يا من تعنيت والحفلة بليهان اللي يسمونه زبون المخاسير، مفلح ولد فالح سلايلك حيلان، اللي يسمونه زبون المخاسير، مفلح ولد فالح سلايلك حيلان، رع الوفاء نسل الشيوخة الأساطير من روس عبس مرجحت كل ميزان، رع الوفاء نسل الشيوخة الأساطير من روس عبس مرجحت كل ميزان، أهل الظفر يوم المعارك بواتير كساب تلم جاد في كل ميدان بني رشيد، أهل السيوفة الشواطير تاريخهم يبقى على مر الأزمان، بني رشيد أهل السيوفة الشواطير تاريخهم يبقى على مر الأزمان، وعدوهم ما يقرب حماهم مغير مذبحه يعود خاسر وندمان، ودخيلهم ما تصل سطوة الغير في ظلهم يبقى عزيز ولا شان، ودخيلهم ما تصل سطوة الغير في ظلهم يبقى عزيز ولا شان، وخويهم يلقى معزه وتقدير يبقى معزز بينهم مثل الاخوان، يستاهلون اهل الوجيهة المسافير من دون قاصر بالقبايل ونقصان في حفل ابن فالح زبون المخاسير ابن عمير وساس جده قلادان، في حفل ابن فالح زبون المخاسير ابن عمير وساس جده قلادان، جينا نبارك له عسى فالهم خير، لهان مقداره على العزة لهان من شان حفله صغت جزل التعابير، ويستاهل ابن عمير شكرا وعرفان وسلامتكم. مرحبا واهلا لكم ازكى سلام، وهذا بالابيات نادت يا هلا، مرحبا والشوق يتبع الغرام،
وانا راكم ما تجد قلبي سلام. أيها الحفل الكريم، أما الآن سوف يكون هناك أوبريت إنشادي من كلمات الشاعر مشاري بن سرهيد بن عمير وأداء كل من المنشدين المنشد زاهي الرشيدي والمنشد أحمد الرشيدي. Oh,
أيها الحضور الكريم، نشكر شاعر مشاري بن سرحيد على هذا الأوبريت الرائع، ونشكر كل من المنشدين زاهر الرشيدي وأحمد الرشيدي على هذا الإبداع الغير مستغرب منهم حقيقة. أما الآن فسوف يكون هناك بعد تناول العشاء إن شاء الله محاورة شعرية سوف تكون بين كل من الشعراء، الشاعر شيد بن معدي، والشاعر وصل الطياني، والشاعر فوزي بن مربح، والشاعر سلطان الجلاوي، والشاعر عبد العزيز الخياري، والشاعر بدر العير. ونعتذر عن جميع الشعراء الآخرين نظرا لضيق الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسوف يكون لقاءنا بمشيئة الله بعد تناول طعام العشاء، والسلام عليكم.